عايز اروح بقى لدور جمهور النادي الاهلي وعظمه جمهور النادي الاهلي وحلاوه جمهور النادي الاهلي في مباراه الامس امام سان داونز. يعني دايما جمهور النادي الاهلي بيكون في الميعاد دايما، يعني مقوله على الحلوه وعلى المره تنطبق على جمهور النادي الاهلي. امبارح لما يكون المباراه الساعه 6 ونشوف جماهير النادي الاهلي استاد القاهره مليان باعداد كبيره بدايه من الساعه 3 قبل انطلاق المباراه بثلاث ساعات، راح تشجع فريقها وراح تغني وراح تحتفل. هو ده دور جمهور النادي الاهلي. لما نشوف ال 90 دقيقه في المباراه لن يتوقف الهتاف للنادي الاهلي ولاعيب النادي الاهلي طوال ال 90 دقيقه، يبقى هو ده جمهور النادي الاهلي. لما نشوف خلال ال 90 دقيقه مفيش لفظ خارج، مفيش هتافات لفرق اخرى، يبقى ده هو جمهور النادي الاهلي. لما نشوف امبارح لافتات جمهور النادي الاهلي بيرفعها لعمرو فهمي، وبنشوف ايضا للطفل ادهم، طفل يعني اللي كان بيشجع نادي الزمالك، يبقى هو ده جمهور النادي الاهلي. دايما جمهور النادي الاهلي بيكون في الميعاد وبيضرب يعني افضل الـ 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 الامثله في التشجيع. يا ريت يا بيبو لو عندنا كمان يعني لقطات وصوت جمهور النادي الاهلي تسمعنا كده عندك. طب يلا نشوف. جمهور عظيم يحرك الصخر، دايما بيكون موجود في الميعاد، دايما جمهور النادي الاهلي. ومن هنا عايزين نبني للفتره اللي جايه لما نشوف جمهور النادي الاهلي بالاعداد الكبيره. وبالمناسبه ما كانتش دي المباراه الاولى اللي يضرب فيها جمهور النادي الاهلي افضل الامثله او افضل التشجيع، لا شفناها ايضا في مباراه النجم الساحلي، وكنت ايضا متواجد في ملعب المباراه. جمهور النادي الاهلي المباراه الثانيه سان داونز برضه حاجه رائعه. يا ريت نبني خلال الفتره اللي جايه على اللي بيحصل في ملعبنا وفي استاد القاهره ومن جمهور النادي الاهلي، علشان الفتره اللي جايه نشوف ملاعبنا مش في بطوله افريقيا بس، كمان في دوري وكاس وكل البطولات، تكون جماهيرنا كلها بكل انتماءاتها تكون موجوده في ملاعبنا مره اخرى.